أجواء حماسية بيعيشها كل عشاق الكورة. كل 4 سنين نجوم العالم يجتمعون ومعاهم أفضل المدربين. جماهير الكورة هي كمان تتجمع حوالين نفس البطولة، والهدف بالتأكيد دايما واحد، وهو رفع الكأس الذهبية. ساعات قليلة وتنطلق بطولة كأس العالم 2022، البطولة اللي انطلقت في سنة 1930، لكن حكاية تأسيسها بدأت قبل كده بسنين كتير، وتحديدا سنة 1904 لما الاتحاد الدولي في اجتماعه ناقش فكرة إنشاء البطولة تحت مظلة منفصلة عن الأولمبياد، تكون خاصة بالكورة وبس. لكن اللجنة الأولمبية رفضت عشان تيجي سنة 1921 وترجع الفكرة تاني على إيد المحامي الفرنسي جول ريميه رئيس الاتحاد الفرنسي وقتها. وبعد دراسات طويلة انطلقت البطولة فعلا في 1930. في 1930 كانت أول بطولة كأس عالم في الأورجواي بمشاركة 13 منتخب، وقدر صاحب الأرض يفوز بالبطولة الأولى في التاريخ على الأرجنتين في النهائي 4-2. استضافة إيطاليا كأس العالم ليكون أول مونديال في الأراضي الأوروبية، والمرة دي كانت بمشاركة 16 منتخب، وتلعبت البطولة بالكامل بنظام خروج المغلوب. ابتسمت الأرض لأصحابها للمرة الثانية على التوالي، وحقق المنتخب الأزوري اللقب على حساب تشيكوسلوفاكيا في النهائي بعد الفوز 2-1. البطولة دي شهدت أول مشاركة عربية في كأس العالم، وكانت من نصيب منتخبنا المصري. قدر فيها عبد الرحمن فوزي يسجل أول هدفين عربيين في مرمى المجر. جت سنة 1938 واستمر كأس العالم في أوروبا بعد ما استضافتها فرنسا، ونجح منتخب إيطاليا في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد ما فاز على المجر 4-2، عشان يكون أول منتخب في تاريخ المونديال يحقق البطولة مرتين متتاليتين. البطولة دي شهدت انسحاب كل المنتخبات اللاتينية باستثناء طبعا المنتخب البرازيلي، اعتراضا منهم على استضافة بلد أوروبي للبطولة للمرة الثانية على التوالي. توقفت بطولة كأس العالم بعد كده، واتلغت نسختين 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية. رجع المونديال مرة تانية في 1950 في البرازيل بنظام جديد للبطولة، وهو إن المنتخبات تتقسم لأربع مجموعات. نجح منتخب أوروجواي يحقق البطولة الثانية في تاريخه. البطولة دي شهدت يمكن حدث غريب جدا، وهو انسحاب منتخب الهند من البطولة بسبب رفض الاتحاد الدولي انهم يلعبوا حافيين. سويسرا استضافت بعد كده البطولة اللي بعدها في 1954، ومعاها يرجع البطل يبقى أوروبي مرة أخرى بعد ما حققت ألمانيا الغربية اللقب على حساب المجر في النهائي بنتيجة 3-2. وفي 1958 استضافت السويد البطولة، واللي كانت وش السعد على البرازيل عشان تحقق أول لقب كأس عالم في تاريخها بعد ما فازت في النهائي على السويد بنتيجة كام؟ 5-2. اللي كان مميز في البطولة دي ظهور الجوهرة البرازيلية طبعا بيليه، أول مرة يظهر في هذه البطولة عشان ياخد جائزة أحسن لاعب وباكتساح. في سنة 1962 استضافت تشيلي البطولة، وقدر منتخب البرازيل يحافظ على لقبه بعد ما فاز على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 3-1. وفي سنة 1966 رجعت الكورة لمهدها، مهدها زي ما بيقولوا، واستضافت انجلترا اللي اخترعت الكورة في الأساس البطولة لأول مرة في تاريخها، ومعاها فازوا بالمونديال الوحيد في تاريخ انجلترا على حساب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2، وألمانيا الغربية وقتها كان منتخب لا يقهر إطلاقا. وسنة 1970 استضافت المكسيك المنافسة، ونجحت البرازيل في أنها تحقق المونديال بعد ما فازت على إيطاليا في النهائي بنتيجة 4-1، ومعاها يحقق بيليه ثالث كأس عالم ليه عشان يبقى إنجاز تاريخي لسه حتى هذه اللحظة منفرد بيه. ألمانيا الغربية فازت باستضافة النسخة اللي بعد كده في 1974، وقدرت كمان تحقق اللقب الثاني في تاريخها بعد ما فازت في المباراة النهائية على الطواحين الهولندية 2-1. بعد كده في 1978 استضافت الأرجنتين كأس العالم، وفعلا اتحقق الحلم وفازت الأرجنتين بأول كأس عالم على حساب هولندا. الأرجنتين كانت خطوة أولى عشان اللي بعد كده خطوات
عظيمة. في سنة 1982 استضافت أسبانيا البطولة لكن بشكل جديد بعد ما زاد عدد المنتخبات إلى 24 منتخب. قدرت إيطاليا بقيادة العظيم طبعا باولو روسي إنها ترجع مرة تانية وتبقى بطلة العالم على حساب ألمانيا الغربية 3-1 في 1986. وقلت لكم إن الأرجنتين جاية، كانت في المكسيك البطولة وكان وشها حلو على المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا عشان يحقق المونديال الثاني تاريخيا للمنتخب الأرجنتيني اللي ممكن نعتبره المونديال الأكثر جدلا بعد ما سجل مارادونا هدف التأهل ضد إنجلترا بإيده في اللقطة الأكثر جدلا يمكن في تاريخ الكرة بالكامل. يفوز الأرجنتين أو تفوز الأرجنتين بالمونديال على حساب ألمانيا 3-2. وقتها خرج دييغو أرماندو مارادونا في التصريح الشهير: لو كنت شفت الكورة دخلت بإيدي للمرمى فهي إيد الرب، ربنا هو اللي ساعدني إن أنا أدخلها في المرمى. طبعا التصريحات أثارت الجدل حتى هذه اللحظة. استضافت إيطاليا بطولة 1990 بعد كده وقدر منتخب ألمانيا أنه يعود تاني لمنصات التتويج ويفوز في النهاية على الأرجنتين عشان يرد للأرجنتين خسارة المونديال الماضي مونديال 86. كأس العالم ده كأس العالم 90 كان مميز لينا جدا طبعا كمصريين لأنه شهد الظهور الثاني للفراعنة في المونديال وعدالة السماء اللي نزلت على استاد باليرمو ضد هولندا. بعد كده أمريكا في 1994 استضافت النسخة ديت من المونديال ونجح منتخب البرازيل في الفوز بالبطولة الرابعة في تاريخه على حساب إيطاليا بضربات الترجيح. ومين ينسى ضربة روبرت باجيو الشهيرة، ومين ينسى طبعا رأس بيبيتو روماريو الشهيرة رأسة السامبا والأداء الكبير للمنتخب البرازيلي في هذه البطولة. 98 أقيمت واحدة من أجمل بطولات كأس العالم يمكن في تاريخ كرة القدم، استضافتها فرنسا بنظامها الجديد بمشاركة 32 منتخب ونجح أصحاب الأرض المنتخب الفرنسي في أنهم يحققوا أول مونديال في تاريخهم بقيادة الأسطورة زين الدين زيدان، بعد طبعا ما فازوا على برازيل رونالدو 3-0 في النهائي في وسط توقعات كبيرة أن البرازيل هذه النسخة لا تقهر وأي منتخب هيلعب قدام البرازيل هيحصد البطولة، خاصة أن البرازيل في 98 كل نتائجها كانت رائعة باستثناء المباراة النهائية اللي اكتسحت فيها فرنسا المنتخب البرازيلي بضربتي رأس رائعتين لزين الدين زيدان. جت سنة 2002 وشهدت ظاهرة تاريخية بعد ما اتلعب كأس العالم في دولتين وهما كوريا واليابان لأول مرة دولتين ينظموا البطولة. قدر المنتخب البرازيلي أنه يحقق البطولة الخامسة في تاريخه بعد ما فاز على ألمانيا في النهائي 2-0 في بطولة كان بطلها الأول طبعا الظاهرة رونالدو، مش بس عشان أداؤه الرائع جدا وحصوله على لقب الهداف، كمان عشان قصة شعره الشهيرة جدا في هذه البطولة. هداف البطولة البرازيلي الكبير أفضل مهاجم يمكن في التاريخ الظاهرة رونالدو بثمان أهداف. ده في 2002. جت 2006 وكان أو كانت ألمانيا المستضيفة لهذه البطولة. قدر منتخب إيطاليا بجيله التاريخي أنه يخطف المونديال من فرنسا في النهائي بضربات الترجيح ونطحة زيدان الشهيرة لماتراتزي في اللقطة الأبرز في البطولة عشان يبقى مشهد الختام لقائد الديوك هو طرده من هذه البطولة. البطولة اللي بعدها حصد المدافع الإيطالي الكبير فابيو كانافارو على لقب أفضل لاعب في العالم، مدافع هو أفضل لاعب في العالم بعد ما قاد إيطاليا لهذه البطولة الكبيرة. بعد 18 نسخة كأس عالم استضافت القارة الأفريقية أول بطولة ليها وكانت في جنوب أفريقيا في 2010 واللي قدر منتخب أسبانيا بجيل برشلونة الشهير أنه يحقق لقبها لأول مرة في تاريخه بعد ما كسب المنتخب الهولندي في المباراة النهائية 1-0. اسبانيا وقتها كان عندها جيل خرافي، كسب كاس العالم 2010 وبعدها اليورو كمان، عملوا انجاز عظيم جدا في فتره رائعه جدا للمنتخب الاسباني. في 2014 استضافت البرازيل البطوله واللي تحول فيها الحلم لكابوس. البرازيل تستضيف البطوله وتخسر على ملعبها امام المنتخب الالماني 7-1 في نصف نهائي البطولة وقدر يحقق اللقب على حساب الأرجنتين المنتخب الألماني بهدف ماريو جوتزا الشهير عشان تبقى حصرة ميسي على ضياع الكاس هي لقطة الختام في هذه البطولة. بعدها البطولة الأخيرة
استضافت روسيا نسخة 2018، وكانت مميزة بالنسبة لنا لأنها شهدت مشاركة مصر الثالثة في تاريخ المونديال وتسجيل الأسطورة محمد صلاح رابع الأهداف في تاريخ مشاركتنا، وانتهت بتحقيق الديوك الفرنسية للمونديال الثاني في تاريخهم على حساب كرواتيا في النهائي 4-1 في جيل بوجبا وكانتي وجريزمان ومبابي ولوريس وأسماء كبيرة جدا في تاريخ فرنسا. النهاردة موعدنا مع أول بطولة عالم على أرض عربية، ومش هتكون الأخيرة إن شاء الله. توقعات لمنتخبات كبيرة زي فرنسا والبرازيل والأرجنتين إن حد فيهم يحصد البطولة، وتفضل البرتغال وبلجيكا رهان محسوب، بس في المقابل إحنا مستنيين مشاركة عربية كبيرة لمنتخبات السعودية والمغرب وتونس وقطر، وننتظر أيضا مشاركة أفريقية محترمة للكاميرون والسنغال وغانا. بطولة يجتمع فيها كل نجوم العالم، بطولة وداع أساطير الكرة يا سادة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. مستعدين؟ أجواء عظيمة، أجواء بنستناها كل 4 سنين حرفيا. كل حاجة في الكرة حلوة بتتلعب في هذه البطولة، كل منتخبات العالم أو الأبرز في العالم بيتجمعوا في هذه البطولة، لاعبين رائعين جدا عفوا ومدربين ممتازين، وجماهير طبعا من كل مكان في العالم هيبقوا موجودين في قطر عشان يتابعوا كأس العالم. بعد ساعات المباراة الافتتاحية، مباراة نأمل فيها فوز المنتخب القطري على المنتخب الإكوادوري في افتتاح كأس العالم، مباراة تقام بتوقيت القاهرة إن شاء الله عند 6:00 مساء. المونديال ده في حاجة غريبة شوية، لعيبة عمالة تسقط، نجوم كبيرة عمالة تسقط قبل المونديال وفي التدريبات كمان، ولأسباب غريبة وإصابات غريبة. بصراحة المونديال فقد كثير من النجوم، ولكن يبقى بما أننا بنتحدث عن كأس العالم لسه في نجوم كتيرة موجودة في كأس العالم، بس النجوم عمالة تتساقط واحدا تلو الآخر. ربنا يستر. خلاص البطولة بكرة، فإن شاء الله اللي يلعبوا بقى يفضلوا سلام لحد آخر البطولة. عايز أقول بس رأيي في نقطة صغيرة. في آراء كثيرة حول العالم الآن، ورد عليها حتى إنفنتينو بشأن استضافة قطر لهذه البطولة والتنظيم وخلافه، وأمور كثيرة جدا مش هتطرق ليها، قتل بحثا هذا الحديث. أنا بس عايز أفكر السادة المشاهدين وكل عشاق كرة القدم في الوطن العربي إنه اللي بيحصل دلوقتي دوت من انتقادات أو هجوم على استضافة قطر لتنظيم البطولة، ده حصل مع جنوب أفريقيا الناس اللي بتتذكر جيدا، وحصل مع البرازيل، ده على مستوى تفكير أنا في الفترة القريبة دي، حصل مع البرازيل ومع جنوب أفريقيا. ليه؟ الناس في أوروبا ما بيحبوش البطولات العالمية تقام غير في أوروبا، بس هم عايزين البطولة تبقى في أرضهم، في الأجواء، في درجات الحرارة بتاعتهم، في ملاعبهم، إن هم ياخدوا القطر ويطلعوا على البطولة. أي بطولة أخرى تقام خارج أوروبا بقوتها الإعلامية الكبيرة دي هتلاقي فيه انتقادات وهجوم عليها دايما. ده حصل بقول لك مع البرازيل، وقالوا إن البرازيل فيها حوادث سرقة كتير وفيها مش عارف إيه وفيها بلاوي كتير وحاجات كتيرة بتتقال على البرازيل. لما جنوب أفريقيا لعبت البطولة قال لك درجة الحرارة والأجواء، وقعدوا يقول لك برضه والفوزيلا، قعدوا يعترضوا على الفوزيلا، يعترضوا على أي حاجة. فأنت كده كده أدام البطولة مش موجودة في أوروبا هتفضل انتقادات واسعة، عدوها بقى. أنا أتصور إن البطولة دي هتنجح، ملاعب مميزة، أماكن إقامة مميزة، فانزون شفته النهاردة حتى كان في لقطات للفانزون واحتفالات فيه، وكانوا جايبين أبطال اللي شالوا كأس العالم قبل كده يشيلوا كأس العالم تاني في الفانزون، شكله محترم جدا. أنا حضرت 2 كأس عالم وشفت الفانزون بيبقى شكله عامل إزاي، فانزون المعمول في قطر دلوقتي حاجة رائعة جدا. أنت بتتكلم في تفاصيل كثيرة جدا كثيرة جدا اتعملت في هذه البطولة، أتصور إن هي ممكن تاخد البطولة لنجاح باهر جدا. مش عايز أقول إن هي ممكن تبقى واحدة من مش أو أنجح بطولة في تاريخ كأس العالم، إلا لما نشوف البطولة إن شاء الله والأمور تمشي بشكل سليم عشان ما يبقاش منحازين بدري، بس كل المؤشرات بتقول إنها إن شاء الله تكون بطولة ناجحة. والأهم بالنسبة لي إن احنا نشوف منتخبات عربية أدوا بطولة محترمة. أنا تصوري الشخصي في المنتخبات العربية، السعودية عندها جيل رائع جدا من اللاعبين وعندهم مدرب محترم جدا هو هيرفي رينار، ممكن تعمل حاجة، ممكن. أنا بقول تعمل حاجة دي إنها تتخطى الدور الأول أو تقدم مباريات ونتائج جيدة في الدور الأول.
المغرب متفائل بيها جدا جدا جدا. المغرب من اكتر المنتخبات العربيه اللي اتصور انها ممكن تصعد للدور اللي بعد كده، رغم انها معاها بلجيكا وكرواتيا تاني العالم وتالت العالم معاها في المجموعه، بس ممكن تاخد خطوه لقدام. تونس شويه الامور يعني مش ممكن تبقى امور بالنسبه لهم صعبه، ولكن ليه لا؟ ليه لا؟ تونس معودنا بالجرينتا بتاعت المصريين كده، وممكن بالجرينتا والروح والحماس ممكن يروحوا لبعيد. قطر عندها ميزه عبقريه، استضافه البطوله والجماهير، وهم بيحاولوا يكونوا في المنتخب دوت من 10 سنين، فانا اتصور ان قطر ممكن تعمل حاجه، ممكن. قطر مش تاريخ كبير في كره القدم عالميا يعني تحديدا، ولكن وارد جدا انها تعمل حاجه في البطوله، فانا متفائل باذن الله لمشاركه عربيه محترمه، والواحد طبعا كان نفسه مشاركه مصريه، بس ما بحبش اقعد ابكي على اللبن المسكوب زي ما الناس عملت امبارح بعد مباراه بلجيكا، واقول مش كنا دخلنا كاس العالم، مش كنا دخلنا كاس العالم، كنا ممكن نخش كاس العالم حتى لو عملنا المباراه دي قدام بلجيكا، ولا قدر الله الاداء ما يبقاش جيد، نظبط ونحضر لحد 4 سنين. وهكلمكم كتير عن مباراه المنتخب البلجيكي، بس تعالوا الاول نروح لقطر مع زميلنا العزيز محمود شاكر من امام استاد البيت، استاد من ملاعب المونديال، يقول لنا اجواء ما قبل انطلاق هذه البطوله، قبل ساعات من انطلاق هذه البطوله. محمود مشرف ومنور من امام استاد البيت. محمود مشرف ومنور. تحياتي ليك يا كريم، وتحياتي لجميع مشاهدينك الكرام من هنا من العاصمه القطريه الدوحه، من امام تحديدا استاد البيت الكبير اللي هيحتضن ان شاء الله باذن الله بكره مباراه الافتتاح والحفل الافتتاح اللي هيكون ان شاء الله ما بين المنتخب القطري ومنتخب الاكوادور. تحفه معماريه يا كريم، واحد من اكبر السادات الدوحه يتسع ل 60,000 متفرج. عاوز اقول لك يا كريم ان بعد انتهاء هذا المونديال قطر كل المدرجات اللي موجوده ال 20,000 مدرج هيتبرعوا بيهم لاحدى دول الناميه علشان خاطر يساعدوهم في المنشات الرياضيه. الاجواء يا كريم هنا جميله جدا 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 فوق ما انت متخيل. الجو المناخ نفسه يا كريم يعني امبارح كان فيه شويه رطوبه خفيفه، ولكن النهارده درجه الحراره قلت بشكل كبير، يعني الجو شبه كده الجو بتاع مصر مثلا في شهر 4 او اوائل شهر 5 جو الربيع. اجواء مناسبه جدا للكوره، اجواء مناسبه جدا للمشجعين، اجواء مناسبه لكل حاجه في كاس العالم. عاوز اكلمك بقى كريم على التحضيرات، عشان انا سمعتك بتتكلم على التحضيرات وقطر طبعا كاس العالم الاكثر جدلا في التاريخ، ولكن انا عاوز اقول لك ان الاجواء والشكل اللي احنا شايفينه هنا لا بيدور ان في كاس عالم قوي جدا جدا قطر هتقدمه للعالم كله بعد كم من الانتقادات الكبير اللي طلع على قطر، واخد من هنا تصريحات انفانتينو النهارده اللي كان بيدعم فيها قطر بشكل كبير جدا جدا يا كريم، بيقول ان خلاص يعني اللي حصل حصل ولازم نحترم الدول اللي بره اوروبا، وزي ما انا سمعت كريم اي حد هيعمل اي كاس عالم بره اوروبا بتبقى فيه مشكله كبيره جدا. عاوز اكلمك على الجوانب التنظيميه، وعاوز اكلمك على الجوانب الجماهيريه، طبعا بدات تتوافد بشكل كبير جدا الجماهير من كل حته. احنا وصلنا من يومين كان في سهوله كبيره جدا من اول وصلنا المطار، تنزل من الطياره كريم خش على الجوازات ما خدناش اكتر من 5 دقائق بالظبط، اول ما بنطلع بره الاستاد بنلاقي المنظمين وبنلاقي المتطوعين موجودين بيدونا كده كتيب صغير او فان جايد يقول لك فين الاستادات كلها واماكنها ازاي تروح توصل ازاي لكل الاستادات دي، عن طريق الباصات او عن طريق المترو. كل التنقلات سواء الباصات او سواء المترو كلها كريم فري، مفيش اي مشاكل. ولقطه ثانيه جميله جدا برضو كانت موجوده هنا من دوله قطر، ان من مجرد نزولك تروح المطار تقدر تاخد شريحه سيم كارد فري يشتغل معاك لمده 3 ايام لحد ما انت تشحنه، وبقى ايه يعني حاطين لك 2022 دقيقه 2022 رساله. فطبعا كل دي جوانب جميله جدا. على الجوانب بقى العمرانيه، البلد كلها كريم تحولت الى فان زون. كل الجماهير هنا القطريه والناس المغتربين اللي هنا حتى الجماهير اللي بدات تتوافد كلهم موجودين كل فان زون، تلاقي جماهير مصريين كتير جدا كريم. الواحد لما بيشوف كم المصريين اللي موجودين هنا بيحزن طبعا ان مصر مش موجوده، لان كان هيبقى في دعم جماهيري كبير جدا جدا. ولكن زي ما بقول لك يعني كل قلوبنا مع المنتخبات العربيه ان شاء الله ابتداء من غدا من منتخب قطر واكيد طيب. تونس والمغرب والسعوديه. محمود انا كنت عايز اسالك على حاجه، لما كنا في كاس العالم في روسيا والبطوله اللي قبلها كمان كانوا بيدوروا على الجاليات العربية كلها وتتجمع الجاليات العربية عشان تحضر مباراة تشجع فيها منتخب عربي، الآن احنا على أرض عربية وكل
كل من عليها أو أغلب من عليها عرب بجنسيات مختلفة في الوطن العربي. منتخبات العربية زي قطر، السعودية، تونس، المغرب، لاحظت أنه في تجمعات لجنسيات مختلفة، جنسيات عربية مختلفة لحضور هذه المباريات؟ تجمعات كبيرة جدا يا كريم، كل العرب بيدعموا بعض بشكل كبير. الجاليات التونسية والمغربية على وجه الخاص موجودين في كل حتة، كل المصريين وكل العرب تقريبا يا كريم. انت لو تشوف حالة الألفة اللي موجودة والدعم اللي موجود، طبعا انت عارف الواحد بيتمشى في الفانز وانت موجود اكيد في 2018 وغير 2018، مجرد ما حد بيشوف حد لابس منتخب تونس او منتخب المغرب، اي حد جنسيه سواء لبناني سواء مصري بيدعم وبيقول احنا مع بعض. كابتن امبارح مسيره كبيره جدا للجماهير العربيه بتدعم فيها منتخب تونس. عاوز اقول لك ان خصوصا الجماهير التوانسه المغتربين هنا في الدوحه كتير جدا، ففي طبعا التفاف كبير جدا. طبعا هنشوف ده كمان في روابط بكره مشجعين منتخب قطر من جميع الجنسيات وبيتمرنوا عليها بقالهم شهر وشهرين، كل في دعم من المنتخبات العربيه، وان شاء الله يروح على كريم لاماكن بعيده. ابتداء ان شاء الله غدا من بكره قطر، عاوز ارجع لك منتخب قطر بكره برضه كريم. بقول لك شفنا النهارده التصريحات بتاعت سانشيز في المؤتمر الصحفي برضه، احنا عملنا كل حاجه وجهزنا كل حاجه علشان نشرف الكره العربيه والكره القطريه بشكل خاص وننتظر بكره الدعم اللي هيكون كبير جدا من الجماهير القطريه. عاوز اقول لك يا كريم الاجواء فوق الجميله، كل حاجه سهله، كل حاجه متيسره. طيب محمود الجماهير او البعثه او الجاليه الاكثر حضورا في هذه البطوله، يعني البطوله اللي فاتت كنت شايف ان المكسيكيين كانوا اكثر ناس حضروا للبطوله الماضيه في كاس العالم، انت ملاحظ مين اكثر جاليه او اكثر عدد جماهير؟ برضو المكسيكيين يا كريم في كل مكان، يعني مش الفان زونز بس، يعني تروح اشاره مثلا دوار اللي هم يعني زي حاجات اللي عندنا في مصر كده، دوار اللي هو زي الصينيه، اي اماكن فيها تجمعات سوبر ماركت، مولات مكسيكيين في كل حته ومشهورين بالجاب بتاعهم الكبير ده، موجودين كتير جدا. برضو من الجاليات اللي بدات تتوافد النهارده بشكل كبير قوي الجاليه الاكوادوريه، وبرضو الارجنتينيين يا كريم والمكسيكيين هم اكتر ناس موجودين، يليهم على طول المنتخب البرازيلي برضو. وعاوز اقول لك يا كريم انت اكيد عارف كل ما الدنيا تبدا تقرب شويه لافتتاح كاس العالم، وخصوصا ان في مباراه لسه هتلعب كمان 5 و6 ايام، فالجماهير هتبدا تزيد. ولكن المكسيكيين يا كريم زي بالظبط في روسيا لما كانوا الجاليه بتاعتهم كبيره جدا، برضو نفس الكلام الجماهير المكسيكيه في كل حته هنا في الدوحه. فنتمنى ان شاء الله نشوف كاس عالم جميل. ان شاء الله. زميلنا العزيز محمود شاكر مراسلنا في قطر اثناء كاس العالم، انا بشكرك شكرا جزيلا، ومن بكره عندك مباريات كبيره محمود وشغل عظيم جدا وقعدتك مميزه، انا بشكرك شكرا جزيلا. اجواء، تعال نخش بقى على اخبار المونديال، عشان اول خبر هو للاسف خبر صادم جدا، ولو في خبر صادم في هذا المونديال فده الخبر الابرز ما قبل ساعات من انطلاق المونديال. تعالوا نشوف. لسه مش جاهزين، ماشي. طيب انا هقول لكم الخبر ببساطه قبل ما يتكتب على الفيديو. كريم بنزيما افضل لاعب في العالم بنسبه 90% بحسب ليكيب الفرنسيه، قالوا لي كمان، قالوا لي بنسبه 100%، للاسف بنسبه 100% كريم بنزيما افضل لاعب في العالم خارج مونديال قطر 2022. تجددت اصابته في مران المنتخب الفرنسي وخرج من المران قبل ساعات من انطلاق المونديال. تعرفين كريم بنزيما كان يعاني من اصابه، ما كانش بيشارك في التدريبات الجماعيه للمنتخب الفرنسي وكان غايب عن مباريات ريال مدريد الاخيره. نزل النهارده شارك في اول مران جماعي للمنتخب الفرنسي وغادر المران وهو يشعر بالام بسبب اصابته القديمه. عشان يغيب رسميا كريم بنزيما افضل لاعب في العالم عن كاس العالم 2022 بعد ما غاب عن البطوله الماضيه ايضا لاسباب اداريه مع الجهاز الفني والاتحاد الفرنسي. سوء حظ مش طبيعي. اخر بطوله طبعا لكريم بنزيما، اخر بطوله في مشاركاته الرائعه جدا في تاريخ كره القدم، يغيب عن كاس العالم. ده كريم بنزيما. بصراحة أنا زعلان قوي على كريم بنزيما، قوي، كان يستحق جدا إنه يلعب هذه البطولة وهو في أفضل مستوياته على الإطلاق. كريم بنزيما اللي انضم
لريال مدريد في 2009، وبعد 12-13 سنة بدأ يتوهج مع ريال مدريد الآن. وهذه البطولة هي تكليل مستحق لمجهوده العظيم الموسم الماضي والموسم قبل الماضي. يغيب في اللحظة الأخيرة بسبب الإصابة، وقبله يغيب نجم آخر هو ساديو ماني، وقبله يغيب نجم آخر عن المنتخب الفرنسي بول بوجبا، أو حتى طبعا انجولو كانتي، وقبلها انكونكو، وقبلها نجوم كثيرة جدا بيغيبوا عن المونديال. وطبعا طبعا واحد من المهاجمين الكبار جدا فارنر اللي هيغيب عن المنتخب الألماني. أنا بفتكر الأسماء اللي عمالة تغيب عن منتخب أو منتخبات كأس العالم في هذه البطولة، أسماء كبيرة وعظيمة، بس العوض أنه الأسماء اللي موجودة أسماء عظيمة أيضا، من الأسماء العظيمة طبعا اللي هتشارك في هذه البطولة ليونيل ميسي الغاب هو كمان عن تدريبات المنتخب الأرجنتيني الجماعية، واكتفى بأداء تدريبات منفردة بالكرة بعدما غاب عن مران الجمعة تماما وتواجد في الجيم. بس ميسي هيلحق، هيلحق يعني هيلحق، ما هو ميسي لازم يشارك في البطولة، لازم يشارك في البطولة زي ما كريستيانو رونالدو هيشارك في البطولة. كريستيانو رونالدو بالمناسبة عاد لتدريبات منتخب البرتغال الجماعية بعد ما غاب عن مران الجمعة بسبب الإجهاد. هي بطولة ميسي ورونالدو، هي بطولة الوداع لميسي ورونالدو. رونالدو قال لو كسب كاس العالم هيبطل كورة، خلاص هيعتزل كرة القدم، ويستحق كريستيانو رونالدو لقب كاس العالم، بس ليونيل ميسي كمان يستحق كاس العالم. معادلة صعبة جدا، معادلة في منتهى الصعوبة. ليونيل ميسي اللي الناس دايما سايباله كاس العالم عشان يمضي تحتها على أسطورته الكبيرة كأعظم لاعب في تاريخ الكورة، هتفضل دايما المقارنة بين ميسي ومارادونا كسبان فيها مارادونا عشان كاس العالم 86، هيفضل الحكاية كده. طبعا مش بقولك انه مارادونا طبعا احسن من ميسي، انت حر تحب ميسي اكتر او تشوف ميسي افضل او مارادونا، بس التاريخ مع منتخب بلده، مارادونا خد كاس عالم 86، مش كده ميسي يستحق هذه البطولة بعد انجازات خرافية في كرة القدم واداء فردي مش طبيعي. نفس الأمر ينطبق على كريستيانو رونالدو. مين يكسب بقى، الأرجنتين أو البرتغال؟ لو بصيت على العالم كله يقول لك إحنا عايزين يا الأرجنتين يا البرتغال، لو أنت محايد شوية، بس لو مش محايد شوية هتقول أنا عايز ميسي، ولو مش محايد شوية هتقول أنا عايز كريستيانو رونالدو. بس اللي بيحب كرة القدم يحب يشوف كريستيانو وميسي، وميسي شايلين أو أحدهما شايل كأس العالم. طيب ده كريستيانو رونالدو. انا قلت لكم كريستيانو رونالدو زي ما قلت لكم عاد لتدريبات منتخب البرتغال الجماعيه بعدما غاب عن مران الفريق الجمعه بسبب الاجهاد. تعالوا نكمل اخبار المونديال. ايضا غياب حسان التنبكتي ورياض شرحيلي عن تدريبات منتخب السعوديه قبل مواجهه الارجنتين في افتتاح مباريات المجموعه الثالثه بكاس العالم، فيما عاد سلمان الفرج للمشاركه في التدريبات واعلن جاهزيته لمواجهه التانجو. سلمان الفرج لو لا قدر الله كان غاب عن كاس العالم كان هيبقى من الخسائر الفادحه ايضا لكاس العالم كله مش بس المنتخب السعودي، عشان هو واحد من اللاعبين الكبار. نكمل مع حضراتكم اخبارنا. وماديسون واصل الغياب عن تدريبات منتخب انجلترا اليوم الثالث على التوالي، مما يهدد مشاركته في افتتاح مشوار الاسود الثلاثه بالمونديال امام ايران يوم الاثنين، واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في الدوري الانجليزي لاعب ليستر سيتي طبعا، صانع العاب كبير جدا. انا عايز لو تسمحوا صوره كريستيانو رونالدو وميسي، الصوره الشهيره النهارده صوره كانت عظيمه وكبيره ورائعه ومبهره، وهي الترند دلوقتي، العالم كله يتحدث عن هذه الصوره، يجتمع فيها اسطورتي كره القدم لشركه دعائيه او شركه او حمله دعائيه فيها كريستيانو وميسي زي ما حضراتكم. الصوره دي عنوانها كره القدم، لما تعوز تعرف حد ايه هي كره القدم تطلع له الصوره دي تقول له هي دي الكوره، هي دي كره القدم. ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللي قفلوا اللعبه، اللي عملوا كل حاجه في الكوره، اللي عملوا كل حاجه عظيمه في كره القدم في هذه اللعبه. صوره تجمع اتنين من اساطير الكوره، اتنين من اساطير، هم اساطير الكوره، اساطير الكوره هم الكوره نفسها، هم كره القدم نفسها، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. صوره هتحطها على موبايلك، صوره هتفضل معاك على مر التاريخ، اعظم اتنين لعيبه يمكن على مر التاريخ بحكم الانجازات والاداء الرائع جدا. ممكن تحب زي ما قلت لك ودايما باكد على ده، تحب اللاعب الفلاني ما تحبش اللاعب الفلاني براحتك، بس ما فيش اتنين يختلفوا ابدا
ان الاثنين دول عملوا كل حاجه في الكوره، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. بعد الفاصل هيشرفني وينورني محللنا الرائع جدا محمد جمال، خليكم. هذا البرنامج. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. كاس العالم طبعا واخدنا كلنا، بس اكيد اكيد مباراه مصر وبلجيكا امس مباراه خدت مننا مشاعر عظيمه جدا وفرحه وسعاده باداء منتخبنا ونتيجه كبيره قدام المصنف الثاني عالميا المنتخب البلجيكي باغلب نجومه الكبار دي بروينا وهازارد وجراسكو، اسماء كبيره جدا، وطبعا تيبو كورتوا اللي تصدى لاكثر من كوره لمنتخبنا الوطني. الاداء امبارح كان رائع جدا، نبني عليه، نبني عليه للي جاي. سواء لا قدر الله كنا خسرنا وسواء كسبنا زي ما كسبنا، احنا المفروض نحط رجلينا على الارض ونبني على ده لسنوات قادمه ان شاء الله، عشان في 2026 مش بس نشارك في كاس العالم، في 2026 نعمل انجاز محترم وشكل محترم في كاس العالم باذن الله. زعلانين طبعا، اكيد زعلانين ان احنا مش موجودين في البطوله دي، بس املنا كبير باذن الله انها تبقى خطوه مهمه جدا لانطلاقه عظيمه جدا لسنوات طويله نشارك فيها بشكل دائم في كاس العالم. شرفني ونورني الحديث عن مواجهه منتخبنا الوطني والمنتخب البلجيكي صديقي العزيز المحلل الرائع جدا المميز دوما محمد جمال. جيمي مشرف ومنور كالعاده. مبسوط انا موجود معاك كالعاده. اخبارك ايه؟ كنت تمام الحمد لله. كنت متوقع النتيجه؟ لا طبعا طبعا ولا الاداء، يعني اللي روي فيتوريا اللي هنشرحه تفصيليا اللي عمله روي فيتوريا بيحتاج وقت طويل جدا. معاناه المنتخب المصري حتى في ظل انك بتحاول توصل لافضل شكل بالامكانيات المتاحه، حتى مع كارلوس كروش مدرب واسم كبير او قبليه هيكتور كوبر كنت بتقدر تعمل جزء من المطلوب، بتعمل جزء من المهام اللي بتحاول توصل لها، وبتحاول توصل الى حاله الالتزام او حاله الانسياب الدفاعي الجيده، وتقدر تعمل مجموعاتك بشكل جيد في الحاله الدفاعيه. ايه اللي عمله روي فيتوريا؟ ايه اللي قدمه روي فيتوريا؟ هو ده اللي خلاني لا كنت متوقع الاداء ولا متوقع النتيجه، وهاكد اكيد على كلامك يا كريم، مش فارق كتير النتيجه، طبعا مهمه على الصعيد المعنوي، مهمه على صعيد الرانكينج الفيفا، مهمه على صعيد مواجهات الكبار اللي كنا بنفتقدها في الفترات الاخيره، ان احنا بنلعب مواجهات خوفا من الهزائم الثقيله، كنا بنلعب مواجهات اقل في المتناول خوفا من الصدمات، وده اللي حرر روي فيتوريا منه اللاعبين، ده في اطار التحضير للمباراه. صحيح. طيب خلينا قبل ما نروح للحالات ونقول روي فيتوريا دخل المباراه ازاي؟ دخل بالاربعه 4-3-3. فناس كتير تقول لك مع كارلوس كروش كان بيلعب 4-3-3 والراجل لعب بثلاثه ما فهمش بلاي ميكر، زي ما الناس دايما بتحاول تدور على بلاي ميكر، لعب بطارق حامد، محمود حماده، محمد النني، رباعي الخط الخلفي محمد حمدي، ثنائيه اللي ساثني عليها كثيرا احمد حجازي وعلي جبر، واخيرا اكرم توفيق، لعب بالثلاثي اللي عمل شغل كتير قوي. ده التحول ودي النقله اللي عملها روي فيتوريا بمحمد صلاح، وتاني ده باترن بيعمله روي فيتوريا من المباراه الاولى ليه، المباراه الوديه، وفي مباراه ليبيريا كمان قررها دور محمد صلاح، هنشرحه تفصيليا لما نيجي نتكلم على محمد صلاح تحديدا، الدور الجديد اللي بيقدمه محمد صلاح، كمان الدور اللي كان بيعمله تريزيجيه والشكل المبهر اللي ظهر عليه تريزيجيه واستغلال نقاط الضعف اللي اتكلمنا عليها هنا يا كريم لما اتكلمنا على منتخب بلجيكا، اتكلمنا على ايه نقاط ضعف منتخب بلجيكا وايه الفرق بين نسخه 2018 ونسخه 2022، على الرغم ان منتخب بلجيكا يبدو انه بنفس العناصر ونفس الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده في نسخه 2018. نروح بقى للمنتخب البلجيكي كان بيعمل ايه. المنتخب البلجيكي طبعا لا مصطفى قدم مباراه كبيره، مش بس الجول مش بس الجول، وهقول لك ليه قدم مباراه كبيره مش بس الجول، لانه كان بيحمي الدور اللي بيعمله محمد صلاح، دايما كان واقف معاه سنتر باك او اتنين علشان يقدروا يشتغلوا على مصطفى، واحد بينزل مع محمد صلاح، وده الشغل اللي هنشرحه اللي خلى تريزيجيه يتحرك دوما. قبل ما نروح ليه ايه المفاجأة اللي عملها؟ حاجتين مهمين جدا عملهم روي فيتوريا. ما هو التحول وما هو الفارق ما بين روي فيتوريا وكارلوس كروش وهيكتور كوبر؟ أو ما هو الفارق اللي أسعد جماهير الكرة المصرية أمام منتخب كبير بحجم المنتخب البلجيكي وكان دايما بيعاني منه بعض الجماهير اللي مستنية الكرة الحلوة، مستنية الكرة الهجومية قبل ما تكون الكرة حلوة؟ قبل ما نروح عايز اطلع البامفليت بتاع المباراه، ارقام المباراه عشان اقول لك منها حاجه لروي فيتوريا الكره المباشره، وبعدين نشرح اول ما تجهز الصوره يحطوها ارقام المباراه، وبعدين ندخل على تحليل الهدف الاول وهو ده الفارق. او نبدا بالهدف الاول، ارقام المباراه جاهزه معانا، او نبدا بالهدف الاول لحد ما تجهز ارقام المباراه. ماشي. يلا نبدا بالهدف الاول
ونشوف هو ايه الشك ايه اللي عمله روي فيتوريا. انا بلعب منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا، بلعب منتخب بلجيكا اللي قلنا ان واحده من اكثر المشاكل اللي كانت موجوده عند المنتخب البلجيكي ارتفاع معدلات الاعمار، عشان كده الراجل لعب بواحد وسحب الثاني. قلنا في مشكله في ثنائيه التيرفيلد فيرتونخن بسبب ارتفاع معدل العمر والبطء، وده اللي استغله تريزيجيه بشكل كبير جدا جدا. يلا. بص يا كريم، ده الشكل المعتاد اللي جماهير الكره المصريه دوما عارفاه، بنلعب كلنا تحت الكوره، 10 تحت الكوره. مش هو ده اللي عمله ريو فيتوريا، ولا هو ده الفرق اللي عمله ريو فيتوريا. خش على الفريم اللي بعده، هنا الكره لسه مع المنتخب البلجيكي. بص بقى كريم، الكره رجعت بعد ما ارتدت من وسط الملعب، منتخب البلجيكي رجع يبني تاني لان عنده 3 في الخط الخلفي، فرجع يبني تاني من الخط الخلفي. من امتى بنشوف منتخب مصر بيضغط على فريق بحجم المنتخب البلجيكي؟ طبيعي منتخب مصر يلعب ميد بلوك، يعني دافع من التلت التاني من الملعب، عشان نشرحها للناس، يبقى الثلاثيه اللي بتضغط تضغط من هنا بالكتير قوي، يضغطوا من هنا لو احنا على البورد، يضغطوا من هنا ما يطلعوش يضغطوا هنا. هنا انت عندك كام لعيب بقى على السكرين؟ عندك في الفريم ده بس يا كريم على السكرين 4 لاعبين بيضغطوا على حامل الكره. شايف كام لعيب من منتخب بلجيكا؟ في لعيب هنا مش طالع في الفريم، موجود تحت على الشمال، وثلاث لاعبين بتعمل 4 على 4. خش الفريم اللي بعده، ضغط عالي ب4 على 4، منهم لعيب محمد صلاح كان رايح يضغط على كورتوا. الفريم اللي بعده 5 لاعبين من منتخب مصر، وهوقفك هنا كتير. ارجع تاني، لقطه تقول لك كلام كتير جدا جدا، وناس قليله جدا تاخد بالها منها. بص الدور بتاع اللعيب اللي راجع، اللي راجع مش اللي بيضغط. محمود حمادة راجع راجع على وسط الملعب. ليه؟ لان هنا الكره هتتلعب لونج، فاللونج معناها انه هيتضرب في 5. محمود حمادة اللي قدام النني ده، ايوه اللي هو بيرجع على عكس. ايوه اللي بيرجع، لانه واخد تكليفات ان هو انت بتعمل الضغط لمناطق معينه، لكن الكره لما تتعمل لونج في سبيس هتبقى فاضيه في وسط الملعب. بيقول لك قد ايه اللعيب مركز، بيقول لك قد ايه هو واخد تعليمات محدده، بضغط لحد ما تتعمل لونج، فانا كده هتضرب. في لعيبه كتير هتضرب بالباص ده، فما يزيدش العدد عن 4. فكان الراجل ضاغط عامل 5. كمل الفريم اللي بعده، والضغط الايجابي جدا لقطع مسارات الكوره. كام لعيب في الفريم يا كريم من منتخب بلجيكا؟ وخلينا في تلت الملعب الاول لمنتخب بلجيكا، 4 من منتخب مصر، 5 من منتخب بلجيكا. قلنا 4 والخامس دايما بيبقى مرح. هنا الثنائيه اللي في وسط الملعب عشان الناس تبقى معانا في الصوره، محمد النني ومحمود حماده، وفي رباعي بيضغط محمد النني وطارق حامد. محمود حماده رجع تاني يضغط من فوق، كمل الفريم اللي بعده، والضغط اللي من تريزيجيه ومحمد صلاح كمل كمان، ومصطفى محمد الثلاثي، وبيطلع معاهم دايما اللعيب الرابع محمود حماده بالتبادل مع محمد النني. ادي ده الجول، ده الضغط، هنا الجول. ارجع بقى، ارجع كمل الفريم اللي بعده، كمل الفريم اللي بعده. طولت مجرد نص متر من اعظم بلاي ميكر في العالم، من دي برويني، وبيضغط عليه مصطفى محمد، لان دي التكليفات، دي الزون اللي الراجل قال له اقف فيها، مالكش دعوه بالعمق، العمق هيروح عليه محمد صلاح. فخليك هنا، واحنا بنعمل الضغط العكسي من فوق على منتخب بلجيكا منتظر الخطا. هنا القطعه، كمل عشان الوقت تكسب وقت، كمل القطعه من مصطفى محمد. انا عايز بعد القطعه. بص يا كريم، الكره اتقطعت هنا، عندك كام لعيب في التلت الاول لمنتخب بلجيكا؟ 4 لاعبين من منتخب مصر لا زالوا في الصوره. مصطفى محمد كان عنده اوبشن يعمل الباس لمحمد صلاح بمنتهى السهوله يوديه انفراد، كان عنده الاوبشن ان هو يسجل، وده فايده الضغط، وده اللي عمله روي فيتوريا. والمفاجاه المنتخب بلجيكا، مش بس المنتخب بلجيكا، ولينا والجماهير الكره المصريه اللي نقلتهم من حاله الالتزام الدفاعي والتنظيم الدفاعي العظيم مع كارلوس كيروش، والمنقوص من الضغط العالي والحالات الهجوميه اللي بتنتج عن الضغط العالي. صح. روي فيتوريا قدم نسخه مبشره جدا، انا دوما لا اتعجل، لكن روي فيتوريا قدم نسخه مبشره جدا جدا جدا، مهم نساندها جدا، ومهم نشاور على الايجابيات اللي موجوده فيها. طيب قول لي، انا عايز اقول لك حاجه. قول لي، انا عايز اقول لك حاجه. الضغط العالي اللي عمله منتخب مصر في المباراه دي قدام المنتخب البلجيكي اثمر عن نجاحات واهداف. طبعا اللي بيشتغل ضغط عالي في العالم كله يتحمل. يعني ايه يتحمل؟ انت هتلعب اداء حلو جدا زي مباراه بلجيكا، ولا قدر الله ممكن تخسر مباراه ممكن تبقى سهله وبنتيجه كبيره. الضغط العالي ده ريسك، مخاطره. اعظم فرق العالم اللي بتقدم كره ممتعه وفيها ضغط عالي هي جاهزه لفكره استقبال الاهداف زي ما هي جاهزه انها تسجل اهداف. انا بقول كده ليه؟ عشان المستقبل برضو، لو ده اسلوب اللعب الراجل في ريسك. طبعا في ريسك، طبعاً. بس ريسك محمود وحلو ولطيف ومبشر. ونال اعجاب الكثيرون. صح. من جماهير الكره المصريه. أيوة. وخليني اقول لك نقطه مهمه جدا وربط هنشرحه بعدين في اوقات لاحقه عشان معناش وقت، لكن
بقى عندك فرقه كبيره في الكره المصريه بتلعب بالطريقه دي بالطريقه دي وعندهم نفس الريسك في نفس المدرسه شويه، وهتلاقي فرقتين ثلاثه اربعه بيلعبوا بالضغط العالي، وده هيريح روي فيتوريا جدا لان هيبقى عنده العناصر بتاخد نفس التكلفات في الانديه فيما يتعلق بالعناصر المحليه. بتتكلم على مين؟ بتتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي مع كولر بيعمل نفس الضغط ده، احنا شرحناه هنا مره واثنين وثلاثه واربعه، بيعمل نفس الضغط بنفس الطريقه. فلما يكون بالاربعه اثنين ثلاثه واحد، وجينا في بعض الاحيان كان بيشتغل باثنين، الناس بتسال هو ليه بيلعب، عايز ناس ورك ريت عالي قوي في وسط الملعب عشان يغطوا المساحات دي. وده اللي عمله روي فيتوريا بوجود محمود حماده وطارق حامد ومحمد النني، نفس السبب لما النادي الاهلي كان بيعمله في الربط ده، هتلاقي انديه كتير وكان بيعمله بيراميدز قبلها. مع الكابتن ايهاب جلال. نروح للي بعده عشان عارف الوقت بيجري منك كالعاده. فنروح لاكرم توفيق. اكرم توفيق كريم، قبل ما نروح للحالات وايه اللي عمله اكرم توفيق، انا كنت لسه اسالك على اكرم توفيق لما قلت لك يلا اللي بعده، فقلت اسالك على اكرم، بس انا انت جاهز باكرم توفيق يلا بينا. اكرم توفيق كريم ناس كتير اتكلمنا هنا وناس كانت مستغربه، يعني ازاي روي فيتوريا بيسال على لعيب مصاب. قلت لك هنا روي فيتوريا سال سواريش اول ما تولى المسؤوليه روي فيتوريا على اكرم توفيق، لانه شاف فيديوهات لكل اللاعبين، وبعدين تابع حالته بعد ما تم تغيير الجهاز وسال كولر عليه، وكان مبسوط جدا انه لقى اكرم توفيق. كان في كلام كتير جدا ان هو معجب بعمر جابر، عمر جابر لعيب كبير، لكن هو كان الكلام كله قبل وكلام طالع من معسكر المنتخب ان اكرم توفيق. قلت لك هنا يا كريم، قلت لك ان اكرم توفيق واحد من اللعيبه اللي منتظرهم روي فيتوريا بشد، لانه لعيب قادر يملى المكان ده لوحده في اطار مين اللي بيلعب قدامه. وناس دايما تفكر في دور محمد صلاح، هنشرحه بعديها ايه اللي بيعمله محمد صلاح دلوقتي مع روي فيتوريا يخلي اكرم توفيق ده لازم يتعمل له تمثال في المكان ده. ليه؟ مش عشان هو بيعمل حاجه محدش بيعملها قبل كده او ما اتعملتش، احمد فتحي كان احيانا بيظهر بنفس الشكل، لكن لان محمد صلاح واخد ادوار تانية بعيد تماما عن التغطيه. فالراجل ده 90 دقيقه بيتعمل عليه دبل اب، بيتعمل عليه اثنين لعيبه على واحد 90 دقيقه. محمد صلاح كان بينزل وسط الملعب لان عنده ادوار تانية هنشرحها تفصيليا. اكرم توفيق طول المباراه بيتلعب عليه بيانيك كاراسكو وايدن هازار، اثنين لعيبه كبار جدا مش محتاج اتكلم عليهم. يانيك كاراسكو المفتاح الاول للمنتخب البلجيكي في 2018 وكان عامل مباراه مزعج جدا يانيك كاراسكو، لكن لما تيجي تتفرج على الحالات، وهنا انا بدي لك بحاله يا كريم، بص على رجلين اكرم توفيق. اكرم توفيق ما بينزلش على كعوبه. الناس احيانا هو ليه اكرم توفيق مميز قوي في الواحد على واحد، ليه لما اللعيب ياخده فنت وبيرجع تاني تلاقي اكرم معاه؟ لان اكرم ما بينزلش على كعوبه، اللعيب اللي بينزل على كعوبه سهل قوي يترقص. اكرم دايما تلاقي رجليه اتنين مرفوعين، رجليه في حاله حركه. دايما على مشط رجله، بص هنا، بص على الكره دي. اكرم الكره انا عارف الصوره مش واضحه قوي، لكن اكرم دايس على وش الاثنين، وش رجليه الاثنين وكعوبه الاثنين مرفوعه، ليه؟ علشان يعرف يتحرك. خش على الفريم اللي بعده عشان اقول لك الراجل ده يعني كراسكو لعيب مهاري جدا، اللي عارف هو هيطلع لبره، واحيانا في اللقطه اللي بعديها بيطلع لبره واللقطه اللي بعديها يرجع يخش لجوه. كمل. التايمينج بتاع اكرم كان ممتاز. اللقطه اللي بعديها الالتحامات البدنيه والواحد على واحد مع لعيبه بتلعب في المستويات دي يا كريم، الناس جداً متخيله ان هي عافيه طبعا. هي مش عافيه، ما هو لو عافيه هيتحسب عليه فاولات. الراجل بيخش وبيلتحم وبيحط رجله بيحط جسمه في المكان الصح عشان ياخد الكوره، لدرجه ان يانيك كراسكو ملاش حل راح ضربه مره واثنين وايدن هازارد ضربه في وسط الملعب. برافو عليك. اكرم قادر انه يجمع ما بين القوه، واللي كان بيلام احيانا ان اكرم لازم يخلي باله على نفسه ويخلي باله من القوه الزائده. اكرم توفيق بيقدم نموذج ونسخه قويه جدا للشكل الدفاعي للظهير الايمن، خاصه لما يكون يلعب قدامه نجم زي محمد صلاح. مش مطلوب منه، هو مش مقصر محمد صلاح فيه، هو روي فيتوريا ما بيطلبش منه انه يرجع معتمد تمام، وده كامل الثقه اللي مديها روي فيتوريا لاكرم توفيق. كمل الفريم اللي بعده عشان الوقت. الفكره بس كراسكو، بص يا كريم هنا احنا قلنا كراسكو بيعمل ايه وايه ميزه اكرم الاولانيه، قلنا ان الراجل ما بينزلش على كعوبه، الراجل دايما جاهز للفنت مره واثنين. فهنا يانيك كراسكو المره الاولانيه عملها لبره خدها اكرم، المره الثانيه عمل ايه خدها اكرم برده، لما دخله جوه الملعب راح واخدها. كمل الحاله اللي بعديها هنا. بص يا كريم هنا، لان دي هتتكرر مره واثنين وثلاثه وهناخدهم على السريع عارف عشان الوقت معاك. بص يا كريم احنا هنا قافلين بنلعب اربعه نارو ضيقين، بنضيق الاربعه شويه عشان ما يحصلش اختراقات، لان انت لو فاتح الملعب وعامل ستريتش وعندك ميشي باتشواي وايدن هازار في ثانيه الباس ده هيتعمل، وحصلت وغلطنا واحده اللي جت في العارضه في ثانيه هتغلط الغلطه. طب ايه اللي حصل هنا؟ بتعمل نارو بتضيق. بص بقى اكرم يعمل ايه في الفريم اللي بعده. اكرم والظهير الايمن، هات اللي بعده اللي بعده الفريم اللي بعده على طول. بص اكرم داخل راح مرحل جوه اكبر يانيك كراسكو للمره الرابعه، عشان كده المعلق الاماراتي على المباراه اشاد كثيرا باكرم توفيق، وكان بياكد ان كراسكو مش عارف دخل جوه الملعب مش عارف طلع بره الملعب مش عارف. هنا ده الترحيل،
وحاجه يا كريم بيسموها في الكوره الانتسيبيشن، توقع الغلطه، توقع الباس، توقع الخروج بالكوره اللي عمله يانيك كراسكو في الكوره دي، خدها اكرم اكبر يانيك كراسكو للمره الثالثه في المباراه، واحنا لسه في شوط المباراه الاول، انه يعمل فاول على اكرم توفيق اللي هو المفترض ان اكرم هو اللي بيدافع على يانيك كراسكو. الفريم اللي بعده هنا التاكلينج كالعاده بدون فاول، تاكلينج نظيف جدا جدا، وهذا ما اكتسبه اكرم توفيق من توالي المباريات مع النادي الاهلي. اللي بعده عشان السرعه، عمل التاكلينج وبعدها بعد ما عمل التاكلينج وحصل عليه الدبل اب المعتاد طول المباراه، باص نظيف جدا في مساحه لمحمد النني وخرج بالكوره. اللي بعده عشان في اهم لقطه في المباراه، كمل تاني فريم تركيز تاني، الراجل مش نازل على كعبه برضه يا كريم، يعني كراسكو فقد الامل انه يطلع من على الخط، رجع للمره الرابعه من جوه برضه اتاخدت منه وخدها اكرم توفيق. اللي بعده تاني الفريم اللي بعده ده الاستخلاص والباس لمحمد النني. اللي بعده اعظم ما قدمه اكرم توفيق في المباراه، انا قلت لك احنا بنعمل ايه، بنعمل ترحيل وبنضيق المساحات علشان ما نتضربش. بص انت شايف ايه يا كريم، الرباعي اللي واقفين ورا دول يا كريم، الرباعي اخر اربعه في الصوره لابسين احمر، دول الرباعي بتوع الخط الخلفي بتوع منتخب مصر. انت ملاحظ ايه، في مساحه ناحيه اليمين، لكن خلاص اتجاه الكوره هتتحط في العمق للعيب اللي بيعمل البنتريشن. مين اللي نازل معاه بقى يا كريم؟ ده اخر لعيب في الصوره من فوق، ده اكرم توفيق نازل مرحب اللي فوق دوت. لا اللي في الاربعه، الاربعه اللي على خط واحد المنتخب خالص في الاربعه كمل الفريم اللي بعده. بص اكرم توفيق اراها قبل، لو استناها تتلعب ما كانش راح لها. ارجع تاني معلش فريم واحد، لو استناها تتلعب يا كريم ما كانش راح لها. هو بص بدايه التحرك بتاع اكرم والكره لسه في وسط الملعب، وبال ان هتتحط كروس جوه ال 18، كروس طولي جوه ال 18. كمل الفريم اللي بعده، التوقع، كمل الفريم اللي بعده، قطع الكوره، كمل الفريم اللي بعده، خرج اكرم توفيق بالكوره من اقصى اليمين لاقصى اليسار بتقطيع عكسيه، ثم قطع، ثم مراوغه، ثم تمريره سليمه وخروج بالكوره بالشكل ده من مركز الظهير الايسر، وهو هو الظهير الايمن. افضل لقطات اكرم توفيق في المباراه، وعي تكتيكي كبير جدا جدا من اكرم توفيق، يستحق كل الاشاده في مباراه بالحجم ده مع منافسين بالحجم ده. ده واحد جاي من قطع في رباط الصليبي من شهر ونص تقريبا، ما شاء الله، عشان الناس والله بيخش ما شاء الله ربنا ربنا يا رب يحفظه ويحميه. من شهر ونص، انا بس بتكلم، انا ليه قلت كده؟ مش عشان لا قدر الله احترافيه، لا طبعا بتكلم على الاحترافيه، انه جاي جاهز، انه جاي بيلعب. دايما اللي بيجي من اصابه برباط الصليبي يقول لك ايه، خايف، استنى عليه سنه طبعا عشان لسه خايف ورجله سنه، لا يقول لك اصبروا عليه سنه بقى، مش اللي هو اصبروا عليه شويه، اصبروا عليه سنه. اكرم توفيق يا كريم بهذه الروح، ربنا يا رب يحميه يا رب. رجع بعد 6 شهور بالظبط، ما شاء الله، رجع بعد 6 شهور وكان بيرجو المسؤولين في النادي الاهلي ان هو يشترك، قال لهم انا كويس، انا قادر العب، وتمسكوا تماما انه ياخد فتره التسع شهور وما يرجعش نهايه الموسم الماضي ويرجع الموسم ده. نرجع عليه السوبر ستار محمد صلاح. طيب نشوف اللي بعد كده، يلا نخش على محمد صلاح بقى. محمد صلاح النسخه المعدله بتاعت منتخب مصر سببها اثنين، روي فيتوريا والدور، طبعا كل اللعيبه بتادي دور في ده، لكن اللي بيعمله محمد صلاح ده الجديد. وفي نقطه مهمه جدا يا كريم، وهاخد منك دقيقه بالظبط اتكلم فيها قبل ما اروح لمحمد صلاح، دقيقه واحده، الكونفرجن ريت، معدل التحول، ده مصطلح جديد بقى يحط كل المدربين في العالم اللي بيشتغلوا على التحول او بيشتغلوا على الكاونترز او على الهجمات المرتده بشكل كبير. انا هوريك حالتين في الجزء في الشغل بتاع محمد صلاح، من اول ما الكره كانت معانا استلمنا الكره لحد التسديده، اما بالتسجيل او بالتصويب على المرمى حتى لو لم تسجل، كام ثانيه يا كريم؟ كام؟ 11 سنه. اقول لك على مفاجاه، التلات هجمات اللي اتعملوا بالشكل ده، التلاته 11 سنه، يعني ما بتاخدش 10، ما بتاخدش 12، ما بتاخدش 13، التلات هجمات اللي اتعملوا بالتحول بالشكل ده، كونفرجن ريت، باس 2 3 4، الاربعه من اول اللمسه للتسديد 11 ثانيه. الظهور في المكان 11 ثانيه. الكويس بتاعك دوت نقيسه بس على فرقه بيدربها بيب جوارديولا طبعا، كل النجوم والعناصر، انك تحافظ على الريت ده بالظبط يعني. لا، وان السرعه بتاعت اللعيبه، الارتداد والترانزيشن، التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، انا بدافع بتسعه تحت الكوره وبعدين لما الكوره تبقى معايا وبعمل التحول الاقي اربعه فوق او خمسه فوق، ده محتاج شغل بدني وشغل تكتيكي والتزام غير طبيعي. طيب كمل لي بقى فريم، انا عارف الوقت بيجري منك، كمل. تريزيجيه، دي الكوره هنا مع تريزيجيه في اقصى اليمين، تريزيجيه بدا المباراه يا كريم في الجناح الشمال، الكوره راحت في وسط الملعب، باص محمود حماده، باص هنا لصلاح، الكوره هنا مع صلاح، اللي عليه الهايلايت ده
ده محمد صلاح. بص يا كريم، تريزيجيه اللي عمل الباس في وسط الملعب، اللي عمل الباس ده في العمق في وسط الملعب. بص تريزيجيه موجود فين وكمل. كنا بنيجي نشرح هنا عشان كده شبهته لك بلعب النادي الاهلي في بعض النقاط يا كريم، انه كنت بقول لك ايه اول ما جينا اتكلمنا هنا على كره كنت بقول لك ايه باس موف. الراجل بيقولهم في التدريب باسي واتحرك، لان دي مشكله اللعيب المصري. اتفرج على تريزيجيه اللي عمل الباس في وسط الملعب وهو اصلا مكانه جناح شمال وعامل السويتش مع محمد صلاح، وده الدور، ده الحركه اللي عملها. ودخل تريزيجيه الباس اللي عمله محمد صلاح في السبيس دي كلها اللي خلقها هو تحرك تريزيجيه ورؤيه محمد صلاح انه يحط الكوره في السبيس دي. استلم تريزيجيه بشكل جيد، صوب بشكل جيد، لكن طبعا تيبو كورتوا، يعني عارف طبعا ناس كانت منتظره ان الكوره تخش، لكن تيبو كورتوا في واحده تانية طبعا ضيعها تريزيجيه برده بشماله. وتيبو كورتوا بس كان على حد فاق معايا على الماتش، قلت له ما هو تيبو كورتوا اللي مقفل عليه، مش مقفل عليه ده في الانفراد اللي كان الناحيه الثانيه ناحيه الشمال، يعني فبرده هو بيلعب على تيبو كورتوا يعني. طيب نروح للحاله اللي بعديها، حاله الجول. كمل شغل محمد صلاح الاول. بص دي تصويبه طبعا وشالها كورتوا، بص الراجل نازل قافل منتظر، قافل كل حاجه، منتظر ان الكره تلعب له فين، وشالها طبعا بشمال. كمل بقى الفريم، كمل الحاله اللي بعديها. يلا هنا محمد صلاح فينا كريم في وسط الملعب. دي الكره دي الشوط الثاني، احنا بنخرج بالكوره. بص محمد صلاح المفروض انه الجناح الايمن، الكره هنا مع اكرم توفيق في اقصى الظهير الايمن، يعني هو في اقصى الملعب ناحيه اليمين. اعمل الباس وشوف استلام محمد صلاح. يلا هتتعمل هنا الباس لمحمود حماده الاول. محمود دي لقطة الجول يا كريم، وهتتكرر تاني تيبيكالي بنفس الشكل. استلم الراجل باس، استلمه محمد صلاح، هات لي محمد صلاح والتحرك. بص واقف التحرك بتاع تريزيجيه يا كريم اللي شفناه في الشوط الاول العكس. الباس اللي شاطه من الناحيه العكسيه هنا تريزيجيه بيعمله من مكانه المعتاد من ناحيه الشمال. كمل الفريم اللي بعده، تحرك تريزيجيه طبعا نقطه ضعف المنتخب البلجيكي والسرعات. كمل تاني لحد ما الراجل هيروح ويسجل. كمل الفريم اللي بعده واللي بعده. الراجل هنا سبق، عمل السبرنت فينيشنج ممتاز، وهنا اثني على تريزيجيه. كانت مشكله تريزيجيه الازليه بيعمل كل حاجه في الدنيا. ممكن بس معلش نرجع للصوره اللي قبل دي، الصوره اللي قبل دي واللي قبلها كمان، اللي قبلها كمان، اللحظه اللي كان صلاح هيسلم فيه الكوره كمان، اللي قبل دي مصطفى محمد ده اللي انا كنت بقوله لك في بدايه لما انت سالتني على مصطفى وقلت لك اشرح بعد اذن جيم عشان الناس بتبقى مستنيه من الاسترايكر بتاع منتخب مصر تحديدا انه بس يسجل بس الدور ده مهم قوي. السحبه اللي بعملها كانت بتتعمل فينا في امم افريقيا، وكان بيضطر مغيرين الشكل كله، وحمدي فتحي بيرجع علشان يستلم الفيرود. هنا انت بتعمل تفريغ وبتخلق مساحات بمصطفى محمد بانه يسحب، بينزل معاه السنتر باك الاساسي بتاع منتخب بلجيكا هو ألدرفيلد، ينزل تعاه هو او فيرتونخن، واحد من الاثنين دايما هو اللي بياخد الفيرود، ينزل تحت وسط الملعب. فهنا مصطفى نزل في العمق عشان يخلق المساحه اللي هي فضيت ورا السنتر باك ده اللي اتحرك فيها تريزيجيه. الصور دي بقى عشان الناس تبقى فاهمه، ادي صور التدريبات. يعني الصور التدريبات ايه؟ انه مصطفى محمد وهو رايح وكانه هياخد الكره من محمد صلاح، هو مصطفى محمد نفسه متاكد انه مش هياخد الكره من محمد صلاح، ومحمد صلاح مش هيسلمه الكره، بس الدور بتاع محمد صلاح اللي اكيد مدافع بلجيكا ما يعرفوش، هو يعني خلى المساحه فاضيه كل ده لمحمود تريزيجيه، وده خلق المساحه. اه ده شغل مدير فني، صح. خلق المساحه دي شغل تدريبات مش طبعًا. صدفه مليون يعني يقول لك لما صلاح كان ده لمصطفى محمد، ما هو مصطفى محمد نفسه عارف ان هو مش يمكن الكرة. صدفه مش يمكن الكره دي حصلت صدفه. الله، طب نشوف الصوره اللي بعديها. يلا هات لي الحاله اللي بعديها. هات اللي بعده. يلا بص هنا احنا برضو هندور على مين الكي بلاير، مين اللاعب اللي ياخد الكره ويتصرف فيها. محمد صلاح، هات لي الفريم اللي اول ما صلاح يستلم. يلا بص صلاح استلم، كمل الفريم اللي بعد، اول ما صلاح يلف يعمل التر. بص يا كريم، مصطفى رايح بيقرب، مصطفى بيقطع عشان هو شغلته اسحب خد المدافع معاك. دور عماد متعب العظيم اللي كان بيعمله مع الكابتن حسن شحاته ابتدى يشتغل بيه مصطفى محمد مع روي فيتوريا. اطلع واسحب المنافس، تحركات عماد متعب العظيمه، واحد من افضل اللاعبين في تاريخ مصر اللي كانوا بيتحركوا بيعملوا ده، ابتدى مصطفى يعمل. معلش ارجع لفريم واحد كمان، ارجع لفريم واحد كمان. مش قلت لك يمكن صدفه؟ صح. مصطفى محمد صلاح واقف في نفس المكان، تريزيجيه بيتحرك نفس التحرك قبل ما محمد يطلع الكره، فرقت في جزء من ثانيه، عشان كده دخل تريزيجيه في التسلل، فرقت معاه حاجه بسيطه جدا تحرك مصطفى محمد. كمل على التحرك بتاع تريزيجيه، كمل نفس التحرك، خد الراجل في ظهره بنفس الطريقه بنفس الانفراد بنفس المساحه، يبقى مش صدفه. صح. يبقى باترن وشغل مدير فني. اشكر على لوري فيتوريا واشكر عليه المنتخب بالكامل. عارف كان في بعض اللاعبين ما قلتوش العنوان لكل اللي انت قلته ده ايه؟ انه اخيرا تحول منتخب مصر لباصي لصلاح، لصلاح يباصي. عنوان بالنسبه لي عنوان عظيم جدا، معبر عن الصوره دي. ويمكن ما لحقناش ناخد الارقام، بس عايز اقول لك ان الكوره بقى في فرق كتير بتاخد بطولات كتير وبتقدم كوره جيده وبتسجل اهداف كتير، مش بس بالتيكي تاكا وبالاستحواذ. احنا عاملين 35% استحواذ، لكن قدرنا
نصوب عدد تصويبات ضعف المنتخب البلجيكي، نهدد المرمى البلجيكي ضعف العدد بتاع المنتخب البلجيكي صاحب التصنيف الثاني عالميا. جيمي كالعادة مميز ورائع جدا حبيبي، الحديث معاك مشكرة. دايما ممتع وما بقاش عايزه يخلص خالص حبيبي يا بس ضيوف كبار ايضا بعديك ان شاء الله نتكلم معاهم عن هذه المواجهه الكبيره. جيمي بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل هيكون معانا كباتنا الكبار كابتن محمد عبد الجليل كابتن حسن مصطفى، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره كباتنا الكبار كابتن محمد عبد الجليل كابتن حسن مصطفى اللي وحشني جدا. اجلجل مشرف ومنور وحشني قوي حبيبك الرومه. اخبارك ايه؟ احسن حاجه بتعمل انت بتجيبني مع الراجل الطيب بجد. اه والله مش انك بتيجي معايا. لا بقى انت بقى على قديم انت على قديم. هو شرف كبير يا كابتن ان اكون معاك حبيبك كبير وعلي مشرف ومنور حبيبك كريم وحشني. اخبارك ايه وانت وحشني جدا. اخبارك ايه كله كويس؟ تمام الحمد لله. انا عايز اخدكم الاول بسرعه على كاس العالم وبعد كده نعيش مع مصر وبلجيكا. ماشي مباشره كده، مين المنتخب اللي انت مستني تشوفه في كاس العالم او المنتخب اللي انت بتحبه؟ البرازيل. برازيل اه طول عمر برازيلاوي يعني حاجه حلوه برازيلاوي دي جديده. آه انا برازيلاوي. برازيلاوي صحيح. وبعدين هم اليومين دول في احسن حالاتهم. اه صح يعني من خمس سنين كان برضو شويه. عندهم تشكيله حلوه قوي، عندهم تشكيله حلوه يعني عندهم نيمار وعندهم فينيسيوس وعندهم جيسوس وعندهم انطونيو وعندهم رافينا عندهم في الدفاع ماركينيوس وتيو سيلفا. هو ممكن الدفاع بتاعهم بس عشان الاعمار عندهم بتاعت. لا هم عندهم ده ما خدوش الفرود بتاع فيرمينيو. فيرمينيو مليان وعنده ريتشارد الخط الامامي عالي عنده فوق قدام بالهبه اللعيبه. ده في لعيبه تانية بره ما فيش. المنتخب مليان. البرازيل هتعمل اداء كويس. وبعدين يمكن نشوف حتى يقولوا الجو مش الجو، مع ان الجو دلوقتي في قطر كويس. كويس بس برضو البرازيليين والارجنتينيين يلعبوا في اي جو. صح متعودين. متعودين على المرمطه بس متمرمطين يعني. طيب مين يا كابتن حسن؟ انا الارجنتين. ارجنتين نفسك تشوف ميسي شايل الكاس صراحه. هلاعبك في النهائي بقى. لا صراحه يعني منتخب مركزين حتى يعني اللعبة كلها تقريبا عايزه تعمل حاجه لميسي. عارف انت لما تكون النجم بتاعهم مع كذا مره يعني يوصل نهائيات ويخسر وكده، فكل اللعيبه مركزه عايز تخلي ميسي ياخد كاس العالم. يعني حتى كانوا بيغنوا لما خدوا الكوبا امريكا كانوا بيغنوا الاغنيه ليه يعني انت فاهم. فانا شايف ان اللعيبه كلها مركزه وكمان متحفزين قوي وبقى يلعبوا اجريسيف قوي. اللعبه كانت بقت تخش جامد جدا في الماتشات وبقت مركزين جدا. انت عايز النهائي برازيل ارجنتين؟ اه انا نفسي النهائي يبقى كريستيانو ميسي. كريستيانو ميسي. لا البرتغال فرقه كويسه بس فرقه كويسه ما تكملش. فرقه هايله. انا عارف في كل الخطوط بتاعتها. هي فرقه هايله. عندهم برناردو سيلفا برونو فرنانديز كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وعندهم رافائيل. لا لا عندهم وعندهم مين انا يعني بفتكر بس الاسماء وانا بفكر معاهم. وعندهم طبعا طبعا المساج دياز. لا دياز طبعا احسن مدافع في البريمير ليج. فانت بتتكلم فرقه مليانه يعني. عندهم كانسيلو عندهم رافا بتاع بنفيكا عندهم شويه لعيبه. بس ممكن يكون المشكله بتاعتهم في المدرب. هي المدرب. برافو عليك. هي المشكله في المدرب. برافو عليك. هي مشكله البرتغال الوحيده ان المدرب مش على قد الجيل العظيم ده يعني على قده يعني. طيب يعني نشوف المنتخبات العربيه مين يروح لبعيد شويه. السعودية، المغرب، تونس، قطر. أعتقد المغرب وقطر. المغرب وقطر. مفاجأة قطر. قطر عشان مستضيف؟ يعني دفعة وكده. وبعدين قطر بقالها ثلاث سنين عمالة تلعب في بطولة أمريكا الجنوبية وبطولة مش عارف أوروبا لو شفت انت. صح صح ولسه كسبانين كأس آسيا. بالظبط. ولعبوا ماتشات كتيرة مع مدارس كتيرة صح قوي. صح فخدوا خبرات كتير. خدوا خبرات كتير. طيب يا كابتن حسن. انا المغرب والسعوديه. برافو عليك. انا السعوديه كمان مايله. السعوديه عامله فرقه مدرب ايرفي رينار كمان مدرب جامد جامد مدرب رائع وعندهم جيل حلو قوي. بالظبط بالظبط. ومدرب كبير وليه بصمته في كل المنتخبات اللي بيمسكها يعني. صح. مصر وبلجيكا. انا سالتك قبلها قبل الماتش ولا ما سالتكش؟ ما سالتكش. لو سالتك مصر وبلجيكا كانت لا قلت لك هنشيل اثنين. هنشيل اثنين بس هنعمل. لا لا بس كويس. في حاجه كابتن برضه لازم نقولها لكريم نجم كبير طبعا. لما غششنا على علي جبر واحنا قعدنا نقول لا. فلازم نديله حقه. حبيبي يا كابتن صدق يعني كويس. انا فاكر عمل مباراه كبيره صح. فلازم كل واحد ياخد حقه. كان ساعتها لسه ما ضمش اللعيبه بتاعت بيراميدز وسالتك مين ممكن المدافع فقلت لك ممكن يبقى علي جبر. انا قلت لك الاثنين ستايل واحد. انت بتنسى انت بتنسى اللي ليلى كنت بتفتكر اللي عليا. بالظبط. حبيبي ابو علي. حبيبي ابو علي مشرفني. انسى اللي ليلى. الاداء كان حلو قوي. الاداء جميل. الاداء قبل النتيجه كمان. برافو عليك. لا النهم ان احنا
محتاجين نستنشق كره هجوميه. صح. فالشعب عارف قال لك لا، ابتدينا نروح على الجول، ابتدينا نطلع بالكره من تحت، ابتدينا تحركات كتيره من غير كوره. انت لو شفت صلاح وتزكي تحركات، فالراجل بيعرف يشغل الفرقه. سيبك من اللي قال لك بلجيكا وحشه، بلجيكا اصل خايفه، يا جماعه ده بلجيكا صح طلعت نزل، احنا فايقين. لا انا اسف يعني، أيوة. لو على الورق الخمسه من عشره من بتوع بلجيكا هيبقوا احسن مننا، خمسه من عشره لو لعبوا خمسه من عشره من مستوى احسن او الاحتياطي حتى، ده مصنف مصنف ثاني في العالم، لعيبته كلها بتلعب مصنف ثاني في العالم يعني، حاجه اعجاز يعني. احنا كنا فايقين يعني، احنا من الشناوي لغايه مصطفى محمد، لا كل واحد بيأدي دوره صح، تكتيك صح، كل واحد بيغطي صح يعني. هنتكلم في الفنيات دلوقتي مع حسن، ان شفت تحركات النني، صلاح من تحت ما بيلعبش طرف بس، أيوة. بيتحرك من تحت، الفيرود ازاي ينزل، تريزيجيه كان فايق، حاجات كتيره تبين ان لا احنا استثنينا اداء كويس. صح. حلوه كابتن حسن، المدرب يقدر يحط بصمته بسرعه قوي كده على الفرقه، يعني تقدر تقول انه اداء منتخبنا الوطني دوت ده شغل فيتوريا. عاده حتى لو لا قدر الله كنا خسرنا المباراه دي كنا هنقول ايه، لسه الراجل بياخد على الفرقه ولسه بيكون فريقه، ولو ادينا بالشكل ده وخسرنا كنا هنقول كويس. طبعا طبعا. ازاي ازاي انت شفت ايه في المباراه دي؟ حسيت في بصمه من فيتوريا، بصمه واضحه؟ لا هو اول شيء كان يعني مع فريق كبير زي بلجيكا كان بيبدا عايز يبدا الهجمه، ودي حاجه مديه ثقه للعيبه جدا. وتاني شيء انت مقرب اللعيبه، المساحات بتاع ما بين الثلاث خطوط كانت قريبه جدا في الماتش زي دوت. صح. حتى لما بتيجي تعمل بريس عالي، يعني عمر ما المنتخب كان بيجي يلعب منتخبات كبيره ويعمل بريس عالي، عمل وجاب جول. فديت في حاجات كتيره، الكور الثابته بتاعته كانت كويسه جدا. صح. راجل بيدافع واقف كويس قوي. من الحاجات اللي كانت في المؤتمر وبسمعها ليه، ان كانوا بيشتغل على الكور الثابته الهجوميه والدفاعيه، فدي من الحاجات بصمه المدير الفني. صحيح. يعني انا من الحاجات اللي كانت مزعلاني اللي خد وقت فيها، ان يفضل ناحيه اليمين 10 دقايق ولا ربع ساعه نفضل عندنا مشكله ناحيه اليمين، بعد كده يعني بدا يرجع ليها وخلى كان في ضغط كبير جدا، وكان اكرم توفيق لوحده، فلما حط النني او رمى النني عليه شويه فالامور هديت شويه. لا هو خلي بالك، هو كان الاساس من الاساس الثلاثه موجودين عشان يغطوا مع اكرم. صح. بس اكرم كان في اوقات كتير قوي بيخش مع هازارد، يخش جوه قوي، لان برضه انت في وقت ايوه خش معاه، بس اول ما تيجي تطرحها تسلم بالظبط يا كابتن، تطلع. فهي دي النقطه، خدوا وقت كبير قوي مع فريق زي منتخب مش كبير قوي، 10 دقايق مش كبير قوي، برضه مع منتخب كبير ممكن تيجي يخش فيه الجون واثنين، لان انت برضه ما بتلعبش مثلا منتخبات قليله. حتى كانت برضه كانت مشكلتنا مع كروش برضه مع السنغال، كانت برضه هي دي النقطه ديت، لان كانت الترحيل برضه، لان المشكله ان انا مش هقدر اخلي صلاح يفضل يدافع كل دوت، يرجع لي ياخد بالظبط يا كابتن، يرجع كل ده. حسن جابها فيها هازارد وجابها فيها جراسكو، جابها قويه جدا على اي منتخب في العالم وعلى اي فريق في العالم وعلى اي خط في العالم. يعني لو الخط اليمين اللي هو بتاعنا دوت خط يمين البرازيل هيعاني قدام بلجيكا. يعني اقصد ايه، هو في كل الاحوال صحيح ممكن تعتبرها قصور، ولكن هو قصور منطقي جدا، انت بتلعب مع مستويات مرعبه ومدهشه، فممكن يبقى ده طبيعي. عارف لما كنا بنتفرج على المباراه حد يقول لك ايه، كان حد من زمان يقول لك ايه، بلجيكا مسكت كوره، بلجيكا دلوقتي ماسكه علينا ماتش وبتاع. ما هي هتمسك كوره، يعني الخمس طبيعي. الخمس دقايق ال10 دقايق اللي مسكوا فيها كوره علينا دول، ما هو طبيعي يعني، طبيعي يبقوا 90 دقيقه، فانت العشم واخدك ليه؟ لا هو المفروض يتقال ايه ده منتخب مصر مسك على منتخب بلجيكا كوره. من كتر حلاوتنا في المباراه قلنا كده يا كابتن عبد الجليل. طيب نتفائل قوي ولا نهدى؟ انت رايك ايه؟ يعني نهدى شويه. بالظبط. انا معاه في الكابتن عبد الجليل. كويس، اداء كويس، الاستمراريه. استمرينا بنفس الشكل بنفس الاداء، النتائج دي اخر حاجه، انا عايز الشكل كده، النتائج هتيجي لو فضلنا استمراريه كده نبتدي نقول. يعني احنا لو اتغلبنا الماتش جاي مثلا في افريقيا ولا في اي مناسبه ودي بعد الشر، لو اتغلبنا ثلاثه ولا حاجه هتقول احنا الشكل كان كويس عادي؟ لا طبعا، ما هو انت استحاله تتغلب ثلاثه ويبقى شكلك كويس، دي في مش في الكوره ابدا يا كريم. ما هو واتغلب واحد وابقى كويس. ماشي. لا اقصد كويس بس لا اقصد كويس كمنظومه، يعني انت في المباراه ما كنتش كويس مباراه. بس اقصد هتقول ان منتخب مصر مش كويس في المطلق مع فيتوريا لو خسرنا ماتش ثلاثه؟
لا، اللي بيفهم كورة هيقول هو بقاله أربع خمس ماتشات ماشي كويس، الماتش ده دروب، برافو عليك، فبيرجع تاني. أنا أقصد أقول لك كده ليه؟ إنه أنا كنت لسه بقول لجيمي وإحنا قاعدين في التحليل إن هو ممكن الطريقة اللي بيلعب بيها فيتوريا الضغط العالي والشغل اللي فيه ضغط وبتاخد الكرة وتستخلصها بسرعة وتبني من تحت، لو لا قدر الله لعبنا منتخب استغل شويه حاجات، يعني الضغط العالي ده معناه ان انت لعيبتك متقدمه، لو عمل كرات طوليه كويسه ممكن يسجل فيك هدف، لو خطف منك الكوره ممكن يسجل فيك هدف. في منتخبات افريقيا كبيره لا في عندهم صعاب. انت وانت وحش انت منافس مع السنغال كاس امم و... بس عشان كنت بتدافع، بس هو كابتن هو بيتكلم الليفل العالي، احنا هنتكلم في الليفل العالي. أيوة ولا المتوسط؟ العالي طبعا، لا هو الليفل العالي كده متوسط بنعديه بكل الاحوال. ما انت كده كده الليفل المتوسط انت كده هتعمل عليه بريس عالي. ايوه الليفل العالي هتقابله من تحت. حلو. زي ما احنا قابلنا. حلو. فاهم؟ هتطلع. احنا ما عملناش كده مع بلجيكا. احنا بلجيكا برضو مباراه وديه. انت عملت انت مرتين ضغط. مرتين، ومره جاي جبت حرصت هدف، والمره الثانيه طلعت كانت هتيجي في الجول. انت قربت لك يا كابتن حسن. انا اقصد ايه؟ انه احيانا الناس امبارح كلها تحدثت على فكره انه كيروش بيلعب دفاعي وحطوا المقارنه بين كيروش وفيتوريا. ما هو برضو في مباراه حاسمه فاصله انت ما تقدرش تاخد فيها ريسك ولا 1%. لو خدت ريسك امبارح قدام بلجيكا في مباراه وديه عادي عادي، حتى لو خسرت طبيعي. مع السنغال هتلعب سنغال في نهايه تصفيات كاس العالم ونهايه كاس الامم الافريقيه. كريم هتقلق. انا معاك اللي انت حضرتك بتقوله تمام، يعني انت لما جيت احتجت ماتش السنغال في مصر هنا ده عملت ضغط عالي جبت جول، بعد ما جبت الجول عملت ايه؟ هي المشكله ان انت رحت راجع تاني لورا، هي دي. ما عشان السنغال رد فعل بالظبط، لان عندهم سرعات وقوه. أيوة. ومهاره. ايوه يا كابتن حسن، حط نفسك مكان المدرب، انت راجل مدرب. ايوه هعمل كده. ايوه غصب، هعمل كده بس. ما انا برضو بالزبط. الناس بتبقى تتصور احيانا انه ايه، انت جامد حلو، انا منتخب مصر جامد، بس لازم تحط في اعتبارك ان اللي قدامك جامد قوي. يعني ما يعني ما حلو انك تحسبها. طيب انا عايز اسالك كابتن عبد الجليل امبارح على اداء اكرم توفيق. اكرم حتى في بلجيكا اتكلموا عنه انه كان بيجري وكانه بيحارب وكانه مش عارف ايه وبتاع، لعب رجولي وحماسي طول المباراه وحاله فنيه وبدنيه هو واصل للبيك فيها، يعني وصل لاعلى مستوى منها في التمريرات والتغطيه والسرعه والقرار، تطور كتير اكرم توفيق. دي علامه استفهام جامده لانه راجع من اصابه. أيوة. فاذا اكرم بنيانه القوي فرق معاه، روحه فارقه جدا. زائد التزامه، ما لسه هقول لك دي، زائد التزام ان هو بشغل المدرب بشغل الراجل اللي بيقول له عليه بالظبط. فربنا يحرسه، لان هيجي له فتره بعد شهر اتنين هتلاقي دروب خفيف كده. فما يقلقش عشان يطلع تاني، ده طبيعي لانه انت شفت قلت وصل لايه؟ البيك بتاع مستواه بالظبط كده. فمفيش حد بيفضل كده على طول، لازم تنزل الشطاره ان اطلع تاني. شايف هو ميزه اكرم توفيق فعلا انه حتى لو نزل من 9 من 10 بينزل 7 من 10 جدع. يعني فاهم، مش ليه 3 مش ليه مش موجود. امبارح بيلعب لوحده. الخطف زي ما انت بتقول. لا وراسكو كمان واحد من احرف اللعيبه اللي في الدنيا، ودايما اصلا بلجيكا معظم لعبها من ناحيه اليسار دي، من الناحيه دي مش من الناحيه اليمين. فجراسكو كمان هو ده لاعب عليه مباراه مش طبيعيه، يعني جراسكو ما فيش، ده ريال مدريد ما لعبش على جراسكو كده، جراسكو بيلعب في اتلتيكو مدريد، ريال مدريد دفاع ريال مدريد ما عملش على جراسكو الاداء ده. رايك ايه باكرم توفيق امبارح؟ هو اكرم برضو الفتره ديت يعني برضو ان مساعدات طريقه لعب الاثنين المدربين. يعني في النادي الاهلي برضو ما بيخلوش يهاجم كتير، بيقف يدافع. فهو يعني ان انا دافع بس، فانا ممكن اقدر اعمل كده في الفتره دي. هو مميز في الحته دي، ان انا ادافع واهاجم ديت هتبقى بالنسبه له صعبه. يعني هو بالنسبه له الامور لما ياخد الواجبين مع بعض فبيبقى بالنسبه لاكرم صعب، لان الريتم بتاعه لسه برضه. بس انا بقول له ما شاء الله يا ربنا يحرسك، يعني اداؤه هايل قوي، والطريقه لكل مدير فني مساعداه. ممكن اقول لك على حاجه ليها علاقه بلعيب وسط ملعب، عشان حد شرحها لي قبل كده من النجوم الكبار، وعايزك تقول لي يعني. اكرم توفيق اول ما بدا كباك رايت في الواحد ضد واحد التحديدة اللي على اخر الخط دي اللي كان لعيب بياخده ويخش لجوه دي، فحد قبل كده شرحها لي قال لي عشان هو بيخش داخله لعيب وسط ملعب، ما بيخشش داخله باك رايت اللي هو بيجنبه. اكيد هتبقى في البدايه صعبه. صح، فيها تطوير كتير قوي في مستوى كابتن حسن. اي لعيب بيخش من جنبه. هو خلي بالك كريم، هو ليه بيقطع كوره؟ عشان ما بيسيبش مساحه بعيده عن المهاجم بتاعه. طول ما انت المساحه بتبقى قريبه، فانت لا اما ما يجي يعدي هتحط كتفك، لا اما واللي هيجي يعدي تحط رجليك الشمال. فهو ادى مساحه لو ادى الكورتين اللي ادى فيهم مساحه ترقص فيهم. صح، انت فاهم؟ فهي دي الميزه اللي عنده، عنده ثقه في نفسه عشان قوته البدنيه، فبيقدر لو رقصتين هجيبك تاني، لو عديت مني هلتحم معاه. فهي دي. صح. بيبقى الثقه في النفس. هوريك، هقول لك على حاجه. لو لما قطع الكوره
يعني راح عمل كده وقعد يبص في الكاميرا دي بتديله ثقه في نفسه عشان الواحد لعب يعني لما بيجي يقطع عارف اللي هو جواك بقى ايه وحش انا هنا انا جامد ايوه انت جراسكو انا انا يعني لو تاخد بالك في الماتش بعد ما قطع الكره دي وقف دقيقه كده يبص عليهم كده ان انا لا انا جامد انا في وحش عد وحش 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 انا ما تعديش من اللعيبه برده اللي ما خدتش حقها كتير في المباراه دي يا كابتن عبد الجليل محمد النني ورك ريت مش طبيعي كان بيجري في كل مكان في الملعب تقريبا هتلاقيه هجومين بيستنى ياخد الكوره هتلاقيه في الدفاع بيغطي على اللاعبين سواء سنتر باكس او مدافعين عمل مباراه كبيره قوي محمد النني ودايما محمد النني بدي له حقه عشان في كتير من المباريات اللي بيعملها بشكل جيد ما بياخدش حقه بخلفيات ذكريات ناس أيوة. في بعض المباريات اللي ممكن أيوة. ما دي مشكله مشكلتنا احنا يعني لما بناخد انطباع عن حد ما بنغيروش حتى لو الحد ده كان النجيله لا النني بقاله سنه يا جماعه ارسنال والراجل مدرب يعني بيتكلم عليه يعني هو مش هيجامله ده الارسنال فالولد لا لعيب كوره من زمان يا كابتن شئت ما بيت لا لعيب كوره بيعرف يغطي على زمايله دلوقتي كمان علي بيلعب بدماغه يعرف ازاي يخش يقدر يقطع اتطور جامد قوي وانا شايف ان هو الفتره الجايه من الناس اللي هتاخد حقها صح بصراحه محمد وتريزيجيه امبارح عملوا مباراه كبيره برضه يا كابتن حسن طبعا بالذات تريزيجيه يعني مصطفى لان كان في حاجه يعني من ضمن الطريقه يعني او الخطه ان مصطفى ينزل يستلم وتريزيجيه ياخد في ظهره صح عملوها صح عملوها مرتين ثلاثه وجاب منها جول الدكتور يعني. الدكتور الدور التكتيكي اللي عمله مصطفى محمد في المباراه كان دور رائع جدا عشان والتحامين كتير قوي كان محمد دلوقتي في الكوره الحديثه يستنوا المهاجم يسجل بس بالزبط. المهاجم بقى ليه ادوار ثانيه كتير الفرق بين مصطفى محمد كيروش ومصطفى محمد روي فيتوريا اقول لك المفاجاه نفس الدور نفس الدور حلو برافو عليك بالظبط بس صح. كان صح. ده يعني في كيروش كان عليه ضغوطات عاليه وهنا بعد ما راح فرنسا بقى تحس ان اللعيب نفسه ارتاح نفسيا بالمناسبه مين كان افضل لاعب في المباراه امبارح محمد صلاح لا يعني بتكلم على الاختيارات الاختيار محمد صلاح كان افضل لاعب لا انا يعني انت كان بالنسبه لك مين انا كنت هكمل على حاجه بس قول كان بالنسبه لك مين انا تريزيجيه بالنسبه لك كابتن محمد احمد حجازي محمد صلاح افضل لاعب في المباراه مصطفى محمد سجل الهدف الاول تريزيجيه سجل الهدف الثاني حضرتك تتحدث عن احمد حجازي كمان ونرجع هنا للنقطه المهمه جدا انه يا جماعه المحترفين غير مع كامل الاحترام والله كل اللاعبين اللي موجودين عندنا وكلهم مميزين كانوا في خمسه وخمسه بس هيفضل المحترفين طبعا. بيعملوا الفرق صح. عشان الناس بس تيجي يقول لك ايه يا كابتن حسن عشان الجيل بتاعكم ده اللي عمل لنا قلق في حياتنا هو اللي عزلنا لحد دلوقتي قال لك ما هو بجيل محلي اهو كسبنا كل حاجه بس انا امبارح شميت ريحه جيل 2006 حلو بالظبط شميت شويه كده انا ليه فتحت الحوار ده يا كابتن محمد عشان برضو انا مش عايز ننسى عشان كسبنا بلجيكا كنا لسه خسرين من كام يوم من السنغال في التصفيات وكاس الامم الافريقيه لا لسه خسرين من اثيوبيا ولسه خسرين من اثيوبيا وكوريا الجنوبيه وكوريا فالناس بتنسى فكره ان احنا بنقول انه احتراف يا جماعه الناس تطلع تحترف صح ده مصطفى محمد يا دوبك نانت الفرنسي يعني برضه نانت يعني بقى له نانت الفرنسي وبقى شوف مش بقى مصطفى محمد نسخه ثانيه تريزيجيه بيلعب في طرابزون ونسخه ثانيه فالاحتراف حجازي في الاتحاد السعودي الدوري السعودي قوي حجازي كمان عشان عنده سلسله عظيمه من قبل كده احتراف عظيمه يعني بالظبط كلامك مظبوط الاحتراف بيخلي عقليه اللاعب انت شفت محمد صلاح لما بيجي في يتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك انا عملت كده انت تقدر تعمل كده بيدي يعني عارف انت بيوسع للناس كلها عشان تطلع تحترف بس هو يا كابتن حسن مش بس كمان في التصريحات طبعا النضوج في التصريحات دي حاجه عظيمه لمسه الكوره استلام تسلم يا جماعه انا بشوف الحاجات دي انا بشوف مصطفى محمد دلوقتي بيلمس الكوره هو انا اسف معلش مصطفى محمد يا كابتن عبد الجليل لو ما كانش خد تجربه الاحتراف دي كان هيروح ياخد الكوره من دي بروين وبعد ما ياخدها من دي بروين يلبسه كوبري ويشوطها في تيبو كورتوا بالثقه دي هيقعد يحلق عليه مش هيرضى يخش صح كده بكلمك مستحيل يفكر مستحيل يفكر يشوط في تيبو كورتوا بالحرفنه دي كمان شفت دي بروين شال رجله ازاي ما هو لا قلق برضه يعني الراجل داخل على كاس عالم بالظبط كده ما عندناش كاس عالم وبعدين الاناكوندا ما كانش هيرحمه كان هيدوس فيه لا انا هروح اجيب جون طبعا بس هما لا لعبوا ماتش حلو يعني لعبوا ماتش حلو ايه محمود حماده عشان في ناس كثيره قول لي انت رايك حرام لا لعيب كوره من زمان وانا بقول لك لعيب كوره ممكن يكمل وممكن ما يكملش بس اللي هيكمل 70 80% اكتشاف الراجل وانا لما اكتشف حد انا هلعب حتى لو 50% صحيح طيب حمدي فتحي يرجع مين يقعد في الثلاثه قول له حسن قول له بدل ما يقعد يفكر لا انا عارف بس مش هقول انا طيب ماشي يعني ماشي انا اقول انا ليه هو اكيد هيجي على محمود حماده
لا ولا طارق حامد. طارق ماشي. يعني طارق لا عشان حمدي وطارق ادوارهم واحده. حماده يمكن دور مختلف لكن خد بالك بس طارق حماده كويس. طارق حامد امبارح عمل مباراه عظيمه. لا 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 بيجبر اي مدرب ان يلعبه بالظبط. بيجبر ان حمدي فتحي متعود لا انا موجود عشان ترجع يا حمدي مش بالساهل. بعدين ده بقى له 6 شهور بعيد عن المنتخب نفسيا كمان. فانا بحترمه بقدره طارق حامد ربنا يحرسه. بقول لمحمود حماده اثبت في الفرصه وخلي عندك ثقه ان انت تلعب. احمد الكاس وهشام عبد الرسول صح ما كانش بطاقه. انا فاضل لي دقيقه يا كابتن حسن وهسالك على 2 لعيبه هيبقى دورهم ايه في المنتخب الفتره اللي جايه. امام و اتلاق كده زودتهم وزيزو. امام عاشور وزيزو وعمر مرموش. سؤال صعب بصراحه. بس هو الراجل عنده مرموش رقم واحد. يعني مين الراجل؟ كان 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 كارلوس كيروش. لا هو برضه ده فيكتوريا هو بيحب مرموش يعني من الواضح لان حتى لما تريزيجيه جه بس برضه تريزيجيه اتصاب بس كان مرموش رقم واحد عنده. يعني لما يجي يرجع يلعب مرموش. ماشي. قلت مين التاني؟ زيزو. امام عاشور وزيزو. امام امام بسبب المشاكل اللي هو حصلت له الفتره اللي فاتت انا شايف ان امام احسن واحد في الثلاثه اللي موجود يعني. يعني صراحه لو بعد عن المشاكل وبعد عن اي حاجه لازم يبقى رقم واحد في منتخب مصر. زيزو الناس كلها حصراه في نقطه ان هو لازم يلعب ناحيه اليمين. لا زيزو لازم يلعب هنا او هنا او هنا. بس الراجل ده ذكي جدا ذكي جدا جدا. هو الدنيا كانت مقلوبه على زيزو وزيزو وخدوا الدوري فهو كان عايز يخلص على زيزو. مين يخلص على زيزو؟ هو كان عايز يخلص يعني من الضغوط. مش هقول انه يخلص عليه مش يخلص عليه ان هو يعني من الضغوط جمهور نادي الزمالك عليه. فلعبه في نص الملعب لعبه 8 فزيزو ما اداش الدور اللي هو عايزه. فهو كده راح عمل اللي يعني باين للناس كلها انا لعبت زيزو يعني هيبقى معايا في المنتخب بس ما استنوش يلعب 8 يعني لو حطه كجناح ودخل صلاح في اي لحظه من اللحظات مكان مصطفى محمد ولعب كجناح في ادوار لزيزو ممكن ياخدها غير دور 8 بس هيبقى يعني دوره قليل مش هياخد يعني مش هيلعب ماتش. وانا اتصور ان زيزو مع الراجل ده هيبقى ليه دور كبير عشان زيزو كابتن. الثلاث اسامي اللي انت قلتهم دول ليهم دور جامد مع الفرقه. يعني افتكر كلام انت بتتكلم على وقت ولا يعني هياخدوا لا الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه اساسا هو عنده 18 لعيب هم دول مجموعه حلوه.